ومعنا في الاستوديو اختصاصية أمراض النساء والولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال الدكتورة بان الجلبي، ومن عمان معنا اختصاصية التغذية الدكتورة آلاء سكر. أهلا وسهلا بكما ضيفين كريمين على سكاي نيوز عربية. دكتورة بان، أبدأ معك. صباح الخير. صباح الخير. إلى أي مدى تجدون رابطا بين الغذاء السليم والرضاعة عند الأم؟ أكيد هنالك رابط. في الغذاء السليم للمرأة المرضعة لما يعطيها توازن في الغذاء الصحي يكون متكامل من كل المكملات الغذائية اللي هي تشمل البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم ومنتجات الحليب ومنتجات اللي هي الكالسيوم والخضروات والفواكه، من يكون في توازن بهاي الأغذية أكيد راح يأثر على نوعية الحليب وعلى كمية الحليب للمرأة المرضعة. وهذا تماما، يعني نود أن نسأل الدكتورة آلاء هنا عن أي من المكونات الغذائية بالتحديد نتحدث والتي يوصى بها للأم للمحافظة على صحتها مما ينعكس أيضا على صحة الطفل. صباح الخير. أهلا وسهلا. التغذية خلال فترة الرضاعة مهمة جدا، لأنه هي عم بتكون عم بتغذي جسمها بعد فترة الحمل، لأنه بيكون عم بمر بفترة تغيير كتير كبيرة، بنفس الوقت هي المصدر الغذائي الأول لطفلها، هي عم تعطيه جميع مكونات مواد النمو، المعادن، الفيتامينات، كل المواد اللي لازمة لتطور العقلي والجسماني لهالطفل الصغير. هلأ احنا كتير بنوصل الأمهات بالتنوع بالغذاء الفترة خصوصا اللي بتكون بعد الولادة مباشرة، هي أصعب فترة لأنه بيكون الجسم بفترة انتقالية، في بيرافقها قلة نوم، مشاكل كتير كبيرة. هذا الاشي بيخلي الأمهات يتجهوا للكربوهيدرات السهلة، للمواد اللي فيها سكريات أكتر، فيها دهنيات أعلى. فهون احنا بنحاول ننبههم انه هذا الموضوع عبارة عن فترة ورح تمرق، فبدكم تنتبهوا لنوعية السناكس اللي بياخدوها. احنا بنوصي بسناكس الخضار والفاكهة تحديدا، بنرفع الحصة لحوالي 10 حصص خضار في اليوم، حوالي 4 حصص فواكه في اليوم. بنتجه لللين بروتينز، اللي هي الأسماك، الدجاج، البروتينات النباتية، اللي هي البقوليات. هاي الأشياء كلها بنحاول نزيدها في تغذية الطفل وتغذية الأم لينعكس على نوعية وكمية الحليب، وبنفس الوقت يساعد الأم على إنها تأخذ المغذيات اللي هي بتحتاجها، لأنه الرضاعة الطبيعية يعني الطفل بيكمل زي ما بنقولها الأنانية بتغذيته، زي ما كان في أنانية بالحمل هو بياخد على حساب الأم، نفس الإشي بيكمل بالرضاعة الطبيعية، هو رح ياخد احتياجه من الأم عشان يكون في حليب لنحكي مغذي لهذا الطفل. نعم. دكتورة بان، سأعود إليك لأسأل هنا سؤال. التقرير أشار إلى أنه الشهور الأولى من الضروري أن تواظب الأم على إرضاع ابنها، إلى أي مدى من المهم أنه يكون الرضاعة طبيعية؟ في الأش أوسط الصحة، منظمة الصحة العالمية مثل ما تفضلتي، في الرضاعة الطبيعية الحصرية. الحصرية تعني أنه اعتماد كامل على الرضاعة الطبيعية بدون إضافة رضاعة صناعية في الأشهر الستة الأولى، تأثر كثير على صحة الأم وعلى صحة الجنين، على صحة الطفل. صحة الطفل راح تأثر على كل الدراسات والبحوث أشارت إلى أنه تأثر على صحته، على ذكائه، على صحة الصحة الجسمية، فيما يخص أنه البيبي بداية حياته ما راح تكون عنده مناعة، فالمناعة من الأمراض راح يكتسبها عن طريق حليب الأم. تماماً. الحليب الأم هو حليب يعني إلهي من رب العالمين، يعني خصص للطفل بحيث يكفي بكل احتياجاته، ما يحتاج إلى أي شيء آخر، ما يحتاج أنه نضيف له حتى الماء. الماء ما داعي المرأة تعطي ابنها خلال فترة الرضاعة، الرضاعة الطبيعية تكون كافية إلى ينطي. قلنا أنه هو يكون خالي من الجراثيم، يكون ما يحتاج إلى تغير بدرجات الحرارة، يكون معتدل للطفل، يعطي قلنا أنه يحمي من الأمراض، يحمي من الأمراض المستقبلية مثل ارتفاع بالمستقبل من ارتفاع السكر، الضغط، الكوليسترول، السمنة الزائدة، كل هذه أثر عليها فترة الرضاعة الطبيعية بالأشهر الستة الأولى. يعني الغذاء الأمثل وأيضا الرابط اللي بينشأ بين الأم والطفل خلال فترة الرضاعة، لأن أكو هرمون اللي هو الأوكسيتوسين واللي هو هرمون المحبة نسميه، اللي هو ينشأ الرابط
ما بين الأم ويساعدها على تجاوز هذه الفترة اللي هي فترة جديدة بحياتها، فترة توها طالعة من حمل وولادة ورضاعة طبيعية، يساعدها يصير رابط بينها وبين ابنها. صحيح دكتورة ألاء، هنا يعني أريد أن أسألك، عادة هناك بعض الأغذية الممنوعة خلال فترة الحمل أو يوصى بالابتعاد عنها، هل هذه التوصيات نفسها تستمر خلال فترة الرضاعة؟ مثلا السمك الني أو من يحب تناول السوشي مثلا ممنوع خلال فترة الحمل، ماذا عن الرضاعة؟ لا، الممنوعات بفترة الرضاعة ما بتستمر، يعني كلها تقريبا بتختفي. المشكلة الوحيدة اللي بترافق تغذية المرضعة المواد اللي ممكن تأثر على النفخة عند الطفل، شعوره بعدم الارتياح. يعني في أكل ممكن يسبب لنا اللي هو الأشياء العادية زي مثلا ملفوف العدس، في أغذية معينة لما بنتناولها إحنا بتسبب لنا مشكلة بالجهاز الهضمي، شعور بعدم الارتياح. هذا الاشي ممكن ينتقل عبر حليب الام ويسبب مغص للطفل، غازات، هاي المشاكل موجودة. هذا الاشي بيتم عبر مراقبة الام، يعني هو الطفل بهذا الموضوع كتير بيشبه الام. شو الاغذية اللي هي عم بتضايق جهازها الهضمي؟ تقريبا هي نفسها الاشياء اللي رح يعني تنتقل عبر الحليب وتضايق الجهاز الهضمي تاع الطفل. فتغذويا المشاكل التغذيه اللي خلال الحمل زي سوشي، سمك ني، بعد المطعومات اللي فيها مشاكل ما بتنتقل لفتره الرضاعه، لا. بس المشكله بتصير بس شو عم بضايق هالطفل من خلال الرضاعه الطبيعيه، هذا اللي هو الشيء اللي رح ننتبه له خلال الارضاع. نعم دكتوره بان، اشرتي بالاجابه السابقه انه حليب الام خالي من الجراثيم، ولكن هل هناك مثلا حالات بيمرض حليب الام بيحمل الامراض التي عند الوالده ربما بينقلها للطفل ولا لا؟ ويتطلب انه الام تتوقف عن الرضاعه؟ ما في اي مرض يخلي الام الا الامراض الانتقاليه اللي هي مثلا الناس اللي مصابين بالسل الرئوي نمنعها من الرضاعه الطبيعيه، بس الامراض يعني الشديده اللي مثل السل وما ماثل، بس الامراض البسيطه مثل الانفلونزا او التهاب امعاء او فد شيء بسيط هذا ما نمنعها من الرضاعه الطبيعيه. حتى لو حصل التهاب بالثدي نفسه ما نمنعها، بس اللي نشجع عليه، وهذه راح استغل هذا الوقت، او يا ريت انه كل النساء المرضعات ينتبهون على الاهتمام بنظافه الحلمه وحول الحلمه بعد كل رضاعة وقبل كل رضاعة، حتى يحمون ثديهم من الالتهاب اللي قد يزعجهم في فترة الرضاعة. الرضاعة الصحيحة هو أنه المرأة المرضعة لما تخلي تتبع خطوات الرضاعة الصحيحة، واللي هي أنه مش نخلي بس الحلمة اللي يأخذها البيبي، الحلمة وما حولها، منطقة الهالة. كيف يتم تنظيفها يعني باستخدام أي ممكن الماء كافي، ممكن الماء الباد مع الماء تغطي تنظف المكان كلش كافي حتى تحمي ثديها من الالتهاب وتحمي ابنها من وصول اي جراثيم الى. تمام دكتورة ألاء، يعني عادة خلال فترة الحمل بيقولوا النساء انه نحن عم ناكل عن اثنين، وطبعا هذا الشيء لا يوصى به خلال فترة الرضاعة ولا فترة الحمل، يوصى بانه كما سمعنا في التقرير 450 سعرة حرارية إضافية. ما الذي يجب ان تتضمنه هذه السعرات؟ عبارة عن بروتينات، دهون، ما يجب ان تكون عبارة عنه؟ تقريبا 450 كالوري يتوزعوا بين زيادة حصص خضار واللي هي ما بتاخد كتير منها، فواكه، والأهم من إشي اللي هي لين بروتينز والدهنيات الجيدة اللي هي بنجيبها اللي هي تحتوي على أوميغا 3 و9 و6 اللي هي بتيجي من الأسماك، بتيجي من مثلا الأفوكادو، عم تيجي من المكسرات. هذا النوع من الدهنيات اللي عم بنحاول نخلي الأم تاخده لإلها، لأنه هذا الدهنيات عم تعطيها شعور بالإشباع لفترات أكتر، عم بتوصل تغذية عالية للأم، وبالتالي تغذية عالية للحليب الأم، وبالتالي بتوصل للطفل. فال450 كالوري نحاول نركز أنهم يكونوا على البروتينات السهلة لين بروتينز، وعلى زيادة الخضار والفواكه. يعني ما نعوض هذا الفرق، نرجع وبنحكي بموضوع النشويات. احنا مشكلة المرأة المرضعة بعد الولادة بتوقع بالكربوهيدرات، لانه بصير عندهم شعور بالجوع اكثر، لانه الرضاعة بتجوع، لانها بتحرق سعرات عالية بين 700 ل 850 سعر حراري في اليوم. هذا الاشي بيعطي شعور عالي بالجوع، فبتلاقي انه الستات عم بيعوضوا هذا الموضوع بزي الشهوانة، عم بياخذوا سكريات اكثر، كربوهيدرات اكثر. فبدنا ننتبه انه هذا التعويض فرق السعرات الحرارية يكون بالخضار والفواكه وبالدهنيات الجيدة واللين بروتينز. نعم دكتورة بان، عندي سؤال هنا. في بعض يعني الأمهات
لسبب ما ببطل بدهم يعملوا رضاعة طبيعية، ربما لاكتئاب ما بعد الحمل، ربما لأسباب معينة. هل تنصحون بهذا الموضوع؟ قد ايه بتتساهلوا أنتم كأطباء في هذا الإطار؟ وكمان قد ايه صحيح أنه في بيقولوا أنه ما أجعل حليب يعني الغير متوفر، هل هذا دقيق أم أنه حجة؟ لا هذا مش حجة، بس هي المرأة بداية بعد الولادة مباشرة خصوصا في الأيام الثلاثة إلى سبعة أيام الأولى بعد الولادة كمية الحليب اللي تنتجها تكون كلش قليلة، بس هذه الكمية كلش مهمة للبيبي لأن بيها محمولة كل المناعة اللي حصلت عليها المرأة خلال حياتها راح تنتقل للبيبي ما للطفل مالتها اللي يربع على حليبها، فهذا الحليب رغم قلته هو كلش مهم بالنسبة للطفل. بالبداية اعتمادها على الحليب الرضاعة الطبيعية الحصرية راح يساعدها على إنتاج الحليب أكثر في الأيام التالية. يعني البيبي بدايته لما يولد ما يكون احتياجه كثير للحليب، هاي القليل اللي يطلع له يكون كافي، بس عرض وطلب يعني بالضبط. وهو البيبي لما يعني يعتمد على الرضاعة الطبيعية راح يحفز الحليب على أن ينتج، وهذا راح مثل ما حكيت لك قبل شوي انه راح ينتج هرمون الاوكسيتوسين هو علاج للكآبة، فبالعكس احنا نشجعها وبشدة. وهسه انت مثل ما حكينا انه منظمة الصحة العالمية في توجهها وتوعيتها للزيادة من الحليب للرضاعة الطبيعية خلت اكثر المستشفيات في اكثر بلدان العالم تسميها الوصايا العشرة للرضاعة الطبيعية، وتكون المستشفى نسميها المستشفى البيبي فريند يعني صديقة الطفل، فهذه بها ضمنها انه احنا نشجع المرأة على الرضاعة الطبيعية ونساعدها على تجاوز المشاكل اللي تتعرض لها. يعني يبدو انه المحافظة على الرضاعة الطبيعية امر مهم بالنسبة للولد وللأم على حد سواء. تمام، نود ان نشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا في الاستوديو دكتورة بان الجلبي اختصاصية امراض النساء والولادة في مستشفى دانة الامارات للنساء والأطفال، ونشكر أيضا ضيفتنا من عمان اختصاصية التغذية الدكتورة آلاء السكر، شكرا جزيلا لكما.